بسم الله. شوف مع بعض عملية الليرات. الليرات يعني الطباوت، يعني برسم كل حاجة على لير معينة، تمام؟ زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. يعني مثلا أنا دلوقتي على لير 1 هرسم مثلا النجمة ديت، هحرك كده عشان تبقى شكل النجمة، تمام؟ ده على لير 1. طيب هقف على اللير اسمها لير وهرسم نجمة تانية، تمام؟ أهي وديها لون مختلف مثلا وليكن اصفر، تمام؟ دي محطوطة على اللير ودي محطوطة على اللير 1، تمام؟ لو انا جيت على اللير دي وقلت له اخفيها لي، دوس على العين اختفت، فمبقاش موجودة، تمام؟ يعني انا ممكن اكون حاطط مثلا كذا شغل فوق بعض واخفي الحاجات اللي انا عايزها. يعني عايز اخفي مثلا الكتابات كلها، اشوف الشغل من غير كتابات، اخفي اللير بتاعت الكتابات. ممكن اقفلها. يعني ايه اقفلها؟ يعني لما اجي احرك العناصر ما تتحركش معايا، تمام؟ اي اللير اللي فوق، اللير اللي اسمها اللير دي هي اللي اتحركت، انما اللير 1 تيجي تسحب مفيش. طب انا عايز اعمل لير كمان عندي علامة زائد دي، اقدر اعمل لير واثنين وثلاثة زي ما انا عايز، واقدر اخلي واحدة فيهم فوق التانية عن طريق القسم فوق وتحت، واقدر الغي لير لو انا عايز الغي لير، تمام؟ واقدر اخلي الشفافية بتاعت اللير تقل او تزيد. انا اخلي مثلا اللير دي شفافة شوية، او العكس اللير التانية اللي اسمها لير اخليها شفافة شوية.